السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب، اللي ما اشتركش في القناه اشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي وقناه ام ليلى. النهارده حبايب قلبي معانا خير ورزق كبير جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. انا فتحت الفقاسه لقيت الخير قدام مني فوق وتحت، بسم الله ما شاء الله. انبهرت من المنظر، حاجه تحفه جدا جدا، وحاجه تفتح النفس على الصبح، وحاجه تخليكي تطيري فوق في السماء من كتر الخير اللي فيها والرزق اللي فيها. انا انبهرت جدا جدا والله العظيم من الخير اللي شفته النهارده، حاجه في منتهى الجمال، والله العظيم حاجه في منتهى الجمال. لما تقوم الصبح كده على منظر حلو وجميل كده، حاجه تفتح نفسك وتخليك يعني عندك امل في كل حاجه، بعد ما تكون يعني محبطه من اي حاجه بترجع لعندك امل وعندك حياه في كل حاجه. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يا جماعه، قبل ما افتح الفقاسه تدعوا لي بالبركه ان ربنا يزيدني ويبارك لي كمان وكمان. انا كل يوم بصور معاكم من الفقاستين، بنزل معاكم كل يوم فيديوهات من الفقاسات يا جماعه، لان كل يوم بيجي لي انتاج جديد، يعني ما فيش وقت ان انا اصور معاكم اي فيديو ثاني او كده. بس والله العظيم بحب اعمل معاكم اي روتين او اي حاجه، بس الفقاسات كل يوم فيها انتاج، فلازم انزل معاكم باستمرار عشان تعرفوا ان انا كل يوم بيجي لي خير. نبدا نفتح الفقاسه بتاعتنا عشان ما اطولش عليكم، ونشوف الخير اللي جالنا والرزق اللي جالنا. سموا يا جماعه وادعوا لي بالبركه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دي اللي في الحضان معانا يا جماعه، لسه الخير كله فوق، لسه الخير كله فوق يا جماعه. هنشوف بقيه الخير اللي معانا طالع معايا يا جماعه، والله العظيم نسبه كبيره جدا جدا. فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب ليا وليكم ان شاء الله، ربنا يبارك للجميع. شايفين انتوا الجمال والحلاوه والطعمه دي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب، ربنا يزيد ويبارك. حاجه يا جماعه والله العظيم حاجه كده، يعني بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. دي كانت كوتي هندي يا جماعه، بس مش ليا انا، ده بتاع ناس ثانيه، ربنا يبارك يا رب. لان النوعيه دي غريبه جدا، انا اول مره اشوفها، كانت ضعيفه قوي يعني الفراخ الهندي دي، فربنا يبارك لاصحابهم يا رب. زي ما انتم شايفين حضراتكم معانا فراخ فيومي وبلد مهجن، فربنا يبارك يا رب. ومعانا فراخ هندي وجميزه، تشكيله زي كل مره يا جماعه، بيطلع معانا تشكيله من جميع الطيور، بيطلع معانا تشكيله من جميع الطيور يا جماعه. وده برده فرخ هندي اهو يا جماعه، قلت لكم زي ما قلت لكم الفراخ دي مش تبعنا، لان ايه الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله حجمها كويس، انما دي فراخ ضعيفه جدا جدا، فربنا يبارك لاصحابهم برده. نشوف بقى الايه اللطف اللي طالع معانا فيها الخير والرزق اللي طالع لنا النهارده، ونشوف كميه الخير وكميه السعاده اللي طلعت لنا النهارده يا جماعه. ونشوف لسه معانا كتاكيت ايه فوق، ونلم القشور بتاع الكوتيات عشان نعرف ايه اللي طلع وايه اللي ما طلعش، وربنا يبارك لنا جميعا يا رب، ربنا يبارك لنا جميعا. جت حلوه موضوع فكره الشوكولاته دي، ان انا الم فيها بتاخد كتير عن الغردل، بتاخد كتير عن الغردل يا جماعه، ربنا يبارك لنا جميعا ان شاء الله. والله العظيم يا جماعه من كتر الخير اللي شفته النهارده في الفقاسه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. والفقاسه الصغيره برده طالع معانا فيها انتاج برده، هصور معاكم برده منها، بس هيبقى في فيديو ثاني ان شاء الله، عشان تبقى كل فقاسه منفصله عن نفسها، ما اجمعلكوش الفقاستين مع بعض، اعمل لكم كل فقاسه يا جماعه منفصله لوحدها، عشان يبقى كل خير طالع لوحده ومعروف ان دي فقاسه ودي فقاسه. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب، ربنا يبارك لنا جميعا يا رب. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. نسبه الفقس يا جماعه اللي طالعه حلوه جدا جدا، والله العظيم حلوه جدا جدا، فربنا يبارك يا رب. دول بقى اللي ما طلعوش هشيلهم على جنب عشان اعرف صحابهم ان دول ما خرجوش، لان والله العظيم يا جماعه عندي بيض كتير جدا جدا، كتير قوي قوي يعني، ومش لاقيه له مكان، يعني عندي بيض كتير. شايفين الفقاسه الصغيره كل اللي مرصوص هناك ده كله ده بيض، وفي بيض هنا يا جماعه برده، ربنا يبارك يا رب. ما بقدرش ارجع حد ولا برضه ازعل حد، انا بقول له ما عنديش مكان، يقول لك يعني هي جت علينا احنا، خدي واركنيه عندك يوم واثنين وثلاثه وحافظي عليه وخلاص، وبعد كده حطهم. اقول لهم تمام، ما فيش اي مشكله خالص، ما فيش اي مشكله يا جماعه خالص، فربنا يبارك لنا جميعا يا رب، ربنا يبارك لنا جميعا يا جماعه. دي والله العظيم دي رضا من ربنا، دي رضا من ربنا، ان كل يوم بيجي لي انتاج من الفقاسه، وبيجي لي انتاج برضه من بره، بيجي لي رزق كل يوم من بره، كل يوم داخل بيتي بويض، كل يوم يا جماعه داخل بيتي بويض، وكل يوم بيطلع عندي رزق وانتاج جديد من الفقاسه، فربنا يبارك يا رب. ادخلوا جوه يا جماعه كده، ربنا يبارك يا رب. نشوف برضه باقي الانتاج اللي معانا، نشوف طالع لنا ايه تاني، نشوف طالع لنا ايه تاني يا جماعه كده. انا مش عارفه مكان الرفف، بس انا بدور معاكم برضه ونشوف ايه اللي طالع وايه اللي ما طلعش، ربنا يبارك لي. زي ما انتم شايفين قدام منكم الفقاسه بتاعتي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. على فكره دي عليه الدور في الطلوع يا جماعه، البيض ده بيخرفش، ده اللي عليه الدور في الطلوع ان شاء الله، ربنا يبارك. يتمنى ما فيش مكان ياخد الكميه اللي عندي، فببقى زعلانه قوي ان انا ما برصش البيض كل مره واحده. زي ما انتم شايفين قدام منكم الفقاسه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين حضراتكم الخير ده، شايفين الخير ده يا جماعه. نشوف بس الايه، الم القشور اللي خرجت، ونشوف باقي معانا ايه هنا.
عايزه بس الم الشبكات دي، شايفين انتوا؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب. كميه كبيره جدا جدا يا جماعه والله العظيم، ربنا يبارك للجميع، ربنا يبارك للجميع. علمني الاصول بس اللي طلعت عشان بس اعرف، لان في بوت بس كتير ما طلعش في الرف ده، عشان اوسع لغيره، عشان اوسع لغيره يطلع. والفتاكيت اللي طلعت ديت برده هنزلها في الحضان تحت عشان باقي الطيور تطلع يا جماعه، عشان باقي الطيور تطلع، لان لسه في بيض نقر اهو يا جماعه، بيض نقر لسه اهو. ربنا يزيدنا جميعا يا رب، ربنا يزيدنا جميعا يا رب بكل ما يحبه يا رب. ربنا يكثر علينا الخير يا رب، ليا ولأمة محمد اجمعين، ربنا يكثر علينا الخير جميعا يا رب. انا خايفه تروحوا في اي مكان يا جماعه، خايفه تروحوا في اي مكان، لان بس الاصول كلها برده اوسع المكان لكل الكتاكيت اللي هتطلع، اوسع المكان يا جماعه للكتاكيت اللي هتطلع. نحاول بقى نساعد الكتكوت ده، شايفين دي القشره لزقت عليه خالص اهوت، ده احاول ان انا اساعده عشان يخرج اهو يا جماعه، اساعده بس مساعده بسيطه بحيث ان هو يعرف يخرج ما يموتش في البيت. الكتاكيت عماله تندف على الارض، انا بزعل لما الكتكوت ده يقع على الارض ويندم. بالله عليكم تدخلوا، ادخلوا كده، ادخلوا يا حبايبي، عدوا جوه، عدوا جوه عشان ما تبردوش. هقفل عليكم خالص والله، لما بمسك الحضان بتاع الفقاسة امسكه انضفه ما بشوفش فيه الانتاج الحلو ده. طول ما هو متلحوس كده يعني انتوا ممكن تستغربوا كلامي، طول ما هو متعص كده بلاقي فيه انتاج كتير كل يوم. بس انا بحط فورمالين يا جماعه في الارضيه، وبايه يعني بحط فورمالين في كوبايه، فورمالين على ميه كده عشان تفضل الفقاسه بتاعتي متعقمه وكويسه. بس والله العظيم يوم ما بعقم الفقاسه ما بيبقاش فيها انتاج بالكميه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله، الطيور واخده على كده، الطيور واخده من الارضيه تكون متعرص. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. اهم شيء ان انا اكون بحط فورمالين في المكان عشان يتعقم برده كالفطايه يا جماعه، زي ما قلت لكم احاول اساعده بس بطريقه بسيطه خالص. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الطيور اللي طلعت يا جماعه ناشفه وحلوه وجميله جدا جدا، فربنا يبارك يا رب. كل ما تبقي بيضه بنفس الوضع ده لازم تساعديها، لان القشره نشفت عليها فمش هيعرف يساعد نفسه، فممكن ينشف منك في البيضه ويموت، فتحاولي تساعديه على قد ما تقدر. ربنا يبارك لنا جميعا ان شاء الله، ربنا يبارك لينا جميعا يا رب. لسه في كتاكيت كتير يا جماعه ما خرجتش، لسه في كتاكيت كتير ما خرجتش، فربنا يبارك للجميع. شايفين، شايفين الجمال والحلاوه دي، شايفين والله بذمتكم شفتوا منظر زي ده، شفتوا منظر بالجمال والطعامه دي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والله العظيم انا بطول الفيديوهات معاكم غصب عشان بنسبه الانتاج اللي بتبقى عندي، ببقى عايزه افرحكم معايا وتبقوا مبسوطين زي ما انا ببقى مبسوطه، لان مش عايزه اخبي عنكم حاجه، وعايزه اوريكم على طول الانتاج اللي بيجيني والرزق اللي بيجيني. فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع. نشوف الرف اللي فوقه برده حبايبي، معلش معلش وقفتوا بقى كده، نشوف ده برده، نشيل القشور اللي فيه دي بقى اللي صعبان عليا يا جماعه. شايفين الكتكوت ده بصراره طالع بره، هو اصلا كتكوت هبطان وضعيف زي ما يكون نازل سقاطه، زي الطفل السقاطه، ضعيف قوي وصراره طالع بره وصراره نشف. اي نعم، وممكن اقطعه عادي مفيش مشكله، اه يا جماعه انا قطعته عادي مفيش اي مشكله، بس مش عارفه هو بقى هيعيش ولا هيجرى له ايه. عامه انا مش هديه لحد، انا مش هديه لحد، انا هخليه لنفسي وهدي لاصحابه كتكوت مكانه مفيش اي مشكله خالص، لان اي طيور بتبقى طالعه يا جماعه ببقى حاطه فيها بيض برده، وببقى طالع لطيور مع الطيور لاي حاله زي ديت اعوض الناس مكانها، يعني بيبقى بسماح نفسي والله العظيم، بيبقى بسماح نفسي يا جماعه. ربنا يرزقنا جميعا ان شاء الله، عشان كده ربنا بيبقى مبارك لي يا جماعه، لان انا بعوض ناس كتير والله بالايه، باي خساره بتحصل يعني على قد ما بقدر اعوضهم بعوض، بقول مش مشكله، ربنا يفادي لي اولادي وخلاص بطريقهم، وربنا المستعان يا جماعه. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده الاغلبيه هنا بيض رومي يا جماعه، فبيض الرومي ما بيطلعش مع بيض الفلاح. بس هنشوف الكتاكيت اللي ما طلعتش عشان نعرف صحه البيض اللي ما طلعش. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع. هشيل برده البيض اللي ملوش لازمه، ده برده ما طلعش، هشيل بيض الفراخ بس، انما بيض الرومي هسيبه يا جماعه مكان اللي ما خرجش ده، انا عارفه ان هو فاضي، تبقى عارفه من البيضه، البيضه بتبقى خفيفه في ايدك كده، تبقى عارفه ان هو فاضي. طالما البيضه خفيفه معاكي تبقى هي فاضيه، خفيفه خالص ورايقه قدام منك، عارفه ان هي فاضيه.
لان يا جماعه زي ما قلت لكم ان انا ما بفرشش اي بيض، انا ما بفرشش اي بيض يا جماعه، انا بسيبها ببركه ربنا كده، بسيبها ببركه ربنا، ربنا يبارك لنا جميعا يا رب، ربنا يبارك لنا جميعا. زمان شايفين حضراتكم ده الانتاج اللي طلع لي كله بعد ايه، الحمد لله، وشكل الانتاج اللي طلع لي يا جماعه بدون طرز بدون اي حاجه، دي نسبه البيض اللي ايه ما طلعتش، دي الفرغه بعد الطرز كله، يعني اعتبر ان انا كده إيه، اعتبر ان انا فرغت، دي اللي طلع عندي فاضي من الانتاج اللي طلع في القصه ده كله. انا معايا حوالي عن 150 كتكوت او 170 كتكوت او ممكن ازيد الله اعلم، بس معايا كميه كبيره جدا جدا يا جماعه، لان طالع معايا كميه كبيره جدا في القصه، ممكن يدخلوا في 200 كتكوت اللي طالع حوالي 20 بيضه فرزه، فالنسبه حلوه جدا جدا يا جماعه والله العظيم، النسبه حلوه جدا جدا، فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب ليا وليكم ان شاء الله وامه محمد اجمعين، ربنا يبارك للجميع. هبدا بقى اجيب البيض اللي ملوش مكان اللي كان مركون بره، هبدا احط بقى ورصه في السقاسه، احاول احط بيض الرمد في اي مكان تاني مع اي بيض هيخرج قريب عشان اخلي الرص ده للطيور عفوا للبيض اللي موجود عندي. وبكده حبايب قلبي كده دي الانتاج اللي احنا وصلنا له النهارده، ودي الخير اللي جالنا ودي الرزق اللي جالنا، ربنا يبارك للجميع يا رب ليا وليكم ان شاء الله، ربنا يبارك للجميع، دي الخير اللي جالنا النهارده ودي الرزق اللي جالي. وبكده يا حبايب قلبي اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.